وصلنا في هذه المسألة يا العند، دالة س تساوي قاف لس س ناقص واحد زائد تلاتة. هلا قلنا اللي جوا القوس، إذا جوا القوس سالب أو موجب، إذا سالب على اليمين، إذا موجب على الشمال، اللي برا القوس إذا موجب للأعلى، إذا سالب للأسفل. شو معناتها هي؟ ما دامها سالب، انسحاب قاف لس س إلى اليمين بمقدار وحدة لأنه سالب، مقدار وحدة، وثلاث وحدات لانه هون موجب. فاحنا بنحكي على الرسمه هاي، بنقول هذه الرسمه الاصليه، بنقول مثلا التنين، بنقول شو بنقول للتنين؟ بنقول بس شوي، ايوه، وحده لليمين بنقول واحد تنين، بعدين بنقول واحد للاعلى ثلاثه. هلا احنا هي اتنين مثلا، بنقول هي لليمين الوحده، بعدين بنقول واحد اتنين ثلاثه. هي احنا وصلنا هون، هي احنا علمنا هي. بعدين مثلا الاربعه، الاربعه بنقول هي وحده هون، هي مشينا وحده يعني خطوه، بعدين بنقول منها هون بنقول واحد، هي خطوه، هي خطوتين، هي ثلاثه، احنا واصلين هون. بس هي لانه كثير معطينكم اشياء مش مبينه. هلا الخمسه مثلا بنقول خطوه، هي خمسه لسته خطوه، بعدين بنقول واحد، بنمشي من هون، هي واحد اثنين ثلاثه اربعه، بنصل للاربعه تقريبا. فبعدين بنوصل هادي، بنكتب عليها قاف لسين ناقص واحد زائد تلاتة، بنكتب قاف لسين ناقص واحد زائد تلاتة، لأنه كتير هم عاملين رسمات كتير مخربطين من بعض. إحنا ولا إشي قلنا إنه إحنا قاف لسين ناقص واحد زائد تلاتة، قلنا إنه مثلا التنين نمشي خطوة، هاي مشينا خطوة، وبعد ما مشينا خطوة قلنا ثلاث خطوات، بنقول واحد تنين ثلاثة، وصلنا هيك نفس الإشي. بعدين مثلا عنا الواحد، هاي الواحد بنقول هاي خطوة، بعدين بنقول هاي الواحد خطوة، خطوة الواحد بنقول واحد تنين ثلاثة، وهيك بنوصل. بعدين الأربعة خطوة، بعدين بنقول واحد من هي وصلنا هون، بنقول واحد تنين ثلاثة. بعدين الخمسة خطوة، بعدين من الخمسة بنقول واحد اتنين تلاتة، هي وصلت هيك. فهذه الرسمة بنقول بالاعتماد على منحنى صاد تساوي قاف لسين س أكبر أو تساوي صفر الممثل على المستوى الديكارتي، مثل منحنى كل من الإلكترونات الآتية في المستوى نفسه، هي لسين قاف لسين ناقص خمسة، ناقص خمسة معناتها انسحاب قاف لسين إلى الأسفل بمقدار خمس وحدات. قلنا إذا برا القوس إنه فيش قوس فيها، إذا كانت سالبة بتكون للأسفل، إذا كانت موجبة للأعلى. عندنا لام لسين تساوي قاف لسين زائد أربعة، لأنها جوا القوس فإلى اليسار، انسحاب قاف لسين إلى اليسار بمقدار أربع وحدات. هلأ دال لسين تساوي قاف لسين ناقص واحد زائد ثلاثة. هلأ لأنها جوا القوس لليمين، لانها جوا القوس سالب بتروح لليمين، الموجب بتروح للاعلى. هي احنا شو نحكي؟ اذا جوا القوس شفتوا موجب او سالب، اذا موجب لليسار، اذا سالب لليمين. اذا شفتوا فيش لا قوس ولا شيء زي هاي مثلا، فيش قوس، وهذه مثلا فيش قوس، اذا سالب للاسفل، اذا موجب للاعلى، يعني زي كانها هذه عمليه ارتداد، سالب للاسفل موجب للاعلى. اما هاي اللي جوا القوس زي كانها عمليه عكسيه، اذا سالب لليمين اذا موجب، إذا سالب لليمين إذا موجب لليسار. ورسمنا لكم هذه الرسمات، وأول إشي رسمنا هذه قاف السين، وهذه مثلا هذه قاف السين ناقص خمسة، نقصنا خمس خطوات من هذه الرسمة ضلينا نازلين فيها. بعدين رسمنا هذه الرسمة، زودنا أربع خطوات على بس شوي على اليسار، ودينا أربع خطوات لليسار، يعني مثلا صارت أربعة واحد، مثلا صرنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، رجعنا هون، يعني بنرجع هيك لليسار. بعدين هذه زودناها خطوة، مثلا أربعة زائد واحد، هذه آخر وحدة، أربعة زائد واحد وصلنا للخمسة، وبعدين زودناها ثلاث خطوات. إن تمثيل الإلكترونات باستخدام الانسحاب لصف العاشر، باستخدام طريقة إكمال المربع، أرسم منحنى الإلكترون ه لس يساوي س تربيع ناقص 10 س زائد 27، اعتمادا على منحنى قاف لس يساوي س تربيع. أول إشي بنحكي معامل س على 2. شو معامل س عندنا؟ مش س تربيع، معامل س تربيع واحد بدناش إياها.
احنا بدنا معامل سين. شو معامل سين عندنا؟ سالب 10. اللي قبل سين سالب 10 على 2 ويساوي سالب 5، طبعا الكل تربيع يساوي سالب 5 تربيع ويساوي سالب 5 وتربيع، يعني عبارة عن سالب 5 في سالب 5 ويساوي 25. هلا احنا هذا من وديل الطرفين، بس اول اشي بدنا نجيب المعادلة. بنكتب هاي المعادلة اللي عندنا هون، نكتبها اول اشي، نكتب س تربيع ناقص 10 س زائد 27 يساوي 0. اول اشي هي بنكتب هالمعادلة. بعدين شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ بنقول بنودي هاي سالب 27 نتخلص منها، بنوديها للطرف الثاني. هلا شو صارت عندنا المعادلة؟ س تربيع ناقص 10 س ساوي سالب 27. هاي احنا خلصنا لهم. هلا احنا شو عملنا؟ ولا اشي، جبنا المعادلة هادي بس طلعنا 27 وديناها من هون لقد ما دامها موجبة، حطينا سالب عشان تنفع للطرفين. بعدين شو بنعمل في هذا ال 25؟ بنزود ال 25 على هذا الطرف وبنزود ال 25 على هذا الطرف. هلا شو بصير؟ بس نرتبه، احنا لازم نرتبه، نرتبه اكثر من هيك. بنقول س تربيع ناقص 10 س زائد 25 يساوي سالب 27 زائد 25 ويساوي سالب 2. هاي احنا خلصنا لهون. بعدين شو بنحكي؟ هادي عبارة عن س ناقص 5 الكل تربيع، س ناقص 5 الكل تربيع ويساوي سالب 2. احنا لهون هادي عبارة عن س في س، وهي عبارة عن سالب 5 في سالب 5، وهادي عبارة عن 2 في سالب 5 في سالب 5 في س. يعني هذه عبارة عن الأول تربيع، هذه الثاني تربيع، هذه عبارة عن 2 بالسالب 5 بس. هلا احنا وصلنا لهون. هلا شو بنعمل؟ بعدين شو بنعمل؟ بنقول زائد 2 بنتخلص منها، وهون زائد 2 للطرف الثاني، فبنقول س ناقص 5 الكل تربيع زائد 2 يساوي 0. هلا احنا خلصنا لهون. هلا معنى هذا الكلام احنا نجي نفسره. هذا ما دام جوا الاوس، جوا الاوس قلنا، قلنا ما دام هو جوا الاوس وسالب، هذه معناتها على اليمين. شو اسمها؟ على اليمين، لانها لو كانت موجب بتكون على اليسار، بس لانها هذه لقيت جوا القوس. ما دام سالب على اليمين، لو موجب على اليسار، وهذه برا الاوس، فهذه معناتها اعلى، هاي اعلى. لو كانت سالب بتكون ايش؟ اسفل. اللي جوا قلنا الاوس اذا كانت سالب بتكون يمين، اذا كانت موجب بتكون يسار. اللي برا الاوس ما الهاش دخل بالاوس من مره ولا اوس في جنبها، اذا كانت موجب اعلى، اذا كانت سالب اسفل. فاحنا بدنا نفسر لكم هذا الكلام. نكتب انسحاب 5 وحدات الى اليمين، ثم طبعا 5 وحدات، ثم انسحاب وحدتين الى الاعلى. يعني هذول الوحدتين، هاي الوحدتين ولا اشي، هذه 5 وحدات وهذه وحدتين، هذه الوحدتين الى الاعلى، وهذه الخمس وحدات الى اليمين، والوحدتين الى الاعلى. هلا نجي من نرسمها. هلا تمثيل الالكترونات باستخدام الانسحاب للصف العاشر. عندنا باستخدام طريقه تكمال المربع، ارسم منحنى الالكترون هي للس يساوي س تربيع ناقص 10 س زائد 27 اعتمادا على منحنى قاف للس يساوي س تربيع. اول شيء بنحكي معامل س على 2. معامل س عندنا سالب 10، سالب 10 على 2، سالب 10 على 2 سالب 5 الكل تربيع، سالب 5 تربيع عبارة عن سالب 5 في سالب 5 ويساوي 25. هلأ منجيب المعادلة زي ما هي، منجيبها من فوق زي ما هي. هلأ منقول ناقص 27 ناقص 27، لأن إحنا نتخلص من 27 نحطها على هذه المنطقة. بدنا نخلي س تربيع لحال، بدنا نخلي س تربيع ومعامل فيها س. هلأ خليناها، بعدين رحنا جبنا ال 25 ضفناها لهذا الطرف وضفناها لهذا الطرف. لما ضفنا ال 25 لهذا الطرف، سالب 27 زائد 25 تساوي سالب 2، وصارت هاي. احنا رحنا ظبطنا المساله، لانه دائما س تربيع لازم تكون مرتبه، هاي مش مرتبه. فاحنا حكينا س تربيع ناقص 10 س زائد 25 يساوي سالب 2. من وين اجى سالب 2؟ سالب 27 زائد 25. هلا هاي عباره عن
س ناقص 5 الكل تربيع، يعني هذه عبارة عن س في س، وهذه 5 سالب 5 في سالب 5، وهي عبارة عن سالب، عبارة عن 2 في سالب 5 في س. هلا احنا عملناها، سويناها بالسالب 2، خلصنا من السالب 2 عشان احنا بدنا السالب 2 تنتقل لهذه المنطقة، انها مش مفهومة هيك يعني لهون مش مفهومة. هلا احنا قلنا موجب زائد 2 كيف بدنا نتخلص من السالب، زائد 2 زائد 2 للطرفين اللي جوا، قلنا الاوس لما يكون هيك طلعت المسألة جوا الاوس، اذا كانت سالب لليمين اذا كانت موجب للشمال، اللي برا الاوس كانها طردي، اذا كانت موجب بتكون للاعلى، اذا كانت سالب للاسفل، بعكس اللي جوا الاوس، انسحاب 5 وحدات الى اليمين ثم انسحاب وحدتان الى الاعلى. هلا احنا شو بنعمل؟ متذكرين هذا الكلام اللي هون، اللي هي بنحط احنا قاف لسين يساوي سين تربيع، قاف لسين سين تربيع، بنقول صفر صفر تربيع يعني يساوي صفر، واحد تربيع واحد، سالب واحد تربيع واحد، اتنين تربيع اربعة، سالب اتنين اربعة. فاحنا اجينا رسمناها، هي صفر صفر، هي صفر 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 صفر، بعدين هي واحد، هي واحد واحد واحد، هي بعدين سالب واحد واحد، سالب واحد واحد، هي بعدين قلنا اتنين اربعة، هي اتنين اربعة، وبعدين سالب اتنين اربعة. فهمتوا علينا؟ هلا بنحكي هي صفر صفر، بعدين بنقول هي واحد واحد، هي سالب واحد واحد، هي اتنين اربعة، هي اتنين، هذه اربعة، هي اتنين اربعة، اتنين اربعة، اتنين اربعة، بعدين سالب اتنين اربعة. هلا احنا شو بنعمل؟ بنجي بنوصلها هيك، بنجي بنوصلها هيك، خلصنا. هذا منحنى قاف للسين، منحنى قاف للسين، خلصنا منه. هلا احنا انسحاب 5 وحدات الى اليمين، 5 وحدات الى اليمين. هلا احنا من 5 وحدات الى اليمين نبدا من الصفر، بنقول هاي واحد، هاي خطوه، خطوتين، ثلاثه، اربعه، خمسه، هاي 5 وحدتين الى الاعلى، هاي احنا خلصنا، احنا خلصنا اول شق في الصفر، ووحدتين الى الاعلى، هي بنقول هاي واحد، هاي اثنين، هاي خلصنا من اول نقطه. هلا خلصنا من الصفر، هاي احنا بدنا نروح عند الواحد، هون بنقول نمشي 5 خطوات، 5 خطوات، بنقول 1 2 3 4 5، وصلنا عند الستة هون. هلا بنمشي خطوتين من الواحد، عند وين بنوصل؟ عند الموجب تقريبا 3. هلا احنا هيك مشينا 5 خطوات وصلنا هون، بنقول 1 2 وصلنا عند الثلاثة، خلصنا. هلا سالب واحد، سالب واحد، هي احنا واحد، هي هون بنقول هي خطوة، هي خطوتين، هي ثلاثة، هي أربعة، هي 5، هي 5. بعدين احنا بنمشي من هاي 3 خطوتين، بنقول هي 1، هي 2، هي احنا وصلنا هون، خلصنا منها. هي 2، 2 شو بنعمل فيها؟ بنمشي كم خطوه، بنقول 2، بنمشي من تحت عشان اضبط، هي 1، هي 2، هي 3، هي 4، هي 5، هي خلصنا، هي 5، يعني احنا وصلنا هون، بس احنا بدنا نمشي كمان خطوتين، فاحنا بنوصل بنقول هي 1، هي 2، وصلنا للموجب 6. وكذلك سالب 2 بنقول عندنا 1 2 3 4 5، احنا وصلنا للموجب 3، بس احنا وين واصلين بالاصل؟ واصلين عند الموجب 4. هلا احنا بنمشي هيك، بنمشي كمان خطوتين لفوق، بنوصل للسته، يعني بنقول كانه مثلا 4 زائد 6، فاحنا بنجي بنوصلهم ببعض. هذا منحنى س ناقص 5 زائد 2. هلا احنا شو عملنا في هذه الرسم؟ اول اشي رسمنا الاقتران الاصلي اللي هي 0 0 1 1، سالب 1 1، 2 4، سالب 2 4، هذا اللي بتعرفوا، اللي بتعرفوا دائما بدكم ترسموه، اقل شيء ارسموه يعني بالامتحان. هلا عندنا س ناقص 5، س ناقص 5 الكل تربيع زائد 2. هلا احنا مثلا الصفر شو عملنا في الصفر؟ مشينا 5 خطوات، بنقول 1 2 3 4 5، وصلنا عند 5. وقديش بدنا نمشي من هون؟ خطوتين، بنقول 1، انه وين وصلنا؟ عند الموجب 2، خلصنا. هلا الواحد، الواحد بدنا نمشي 5 خطوات، بنقول هي 1 2 3 4 5، هي احنا مشينا. هلا احنا بنمشي كمان 1 2 خطوتين، نفس الاشي الموجب 2، بنقول هي
خمس خطوات، بنقول هاي واحد، هاي اتنين، هاي تلاتة، هاي أربعة، هاي خمسة، وصلنا عند الموجب خمسة. هلا احنا بنمشي خطوتين، بنوصل بنمشي خطوتين للايش؟ بنمشي هيك واحد اتنين، فوصلنا للموجب ستة. وصلنا للموجب ستة في السالب اتنين وفي التنين، يعني هون احنا لو بدنا نعمل الاحتياطيات هذه صارت زي كأنها ستة. تمثيل الالكترونات باستخدام الانسحاب للصف العاشر، باستخدام طريقة اكمال المربع، ارسم منحنى الالكترون هاي للس يساوي س تربيع ناقص 10 س زائد 27 اعتمادا على منحنى قف للس يساوي س تربيع. هلا احنا بنحكي معامل س على 2، معامل س عندنا شو؟ معامل س عندنا سالب 10، بنقول سالب 10 على 2 الكل تربيع يساوي سالب 5، سالب 10 على 2 سالب 5 الكل تربيع عشان احنا من هون يعني، ويساوي سالب 5 تربيع عبارة عن سالب 5 في سالب 5 يساوي 25. هلا بنجيب هاي المعادلة الأصلية، هاي المعادلة اللي عندنا بنكتبها. بعد ما نكتبها احنا ما بدناش ال 27 تكون هون، فاحنا بدنا نقولها لهذه، بدناش أرقام، بدنا مثلا بس السين تربيعه السين، بدناش أرقام، فاحنا بنقول ناقص 27 ناقص 27. فلقيت صارت المسألة سين تربيع ناقص 10 سين تساوي سالب 27. هلا ال 25 اللي هون زودناها هون وزودناها هون، زائد 25 زائد 25. هلا شو صارت المسألة؟ بدنا نرتبها، بنفعش هيك تكون منظرها. بنقول س تربيع ناقص 10 س زائد 25 ويساوي سالب 27 زائد 25 سالب 2. هلا شو بنحكي؟ هاي عبارة عن إكمال المربع، هاد عبارة عن س ناقص 5 وس ناقص 5. هلا س ناقص 5 الكل تربيع ويساوي سالب 2. احنا لهون المسألة بتكون غير مفهومة، لهون تنفعش. هلا احنا لهون احنا وصلنا. هلا احنا كيف بدنا نتخلص من السالب 2؟ بنقول زائد 2 زائد 2. هلا صورة س ناقص 5 الكل تربيع زائد 2 يساوي صفر. هلا احنا قلنا اللي جوا القوس إذا كانت سالب، اللي جوا القوس إذا كانت سالب بتكون لليمين، إذا كانت موجب لليسار. البر القوس إذا كانت موجب طردية، البر القوس طردية إذا كانت موجب للأعلى، إذا كانت سالب للأسفل. البر القوس طردية، عملية طردية يعني إنه يعني إذا كانت موجبة للأعلى، إذا كانت سالبة للأسفل. اللي جوا القوس، اللي جوا القوس عكسية، إذا كانت سالبة لليمين، إذا كانت موجبة لليسار. انسحاب خمس وحدات، المعنى هذا كلامنا انسحاب خمس وحدات إلى اليمين لأنه سالب، هذه زائد 2 وثم انسحاب وحدتين إلى الأعلى. هلا إحنا بعديها رحنا رسمنا الرسمة اللي بتعرفوها هذه تبعت قاف ل س تساوي س تربيع، حطيناها بجدول، بعدين رحنا رسمناها هي طلعت عندنا هيك. هلا عندنا بعدين رحنا زبطنا الرسمة التانية اللي هي س ناقص 5 زائد 2. هلا قلنا مثلا نمشي خمس وحدات، وبعد الخمس وحدات بنمشي وحدتين، مثلا هاي واحد هاي اتنين، هاي مثلا عند الأربعة نمشي خمس وحدات. هاي احنا مشينا مثلا خمس وحدات لعند السبعة، ومشينا خطوتين وصلنا للايش؟ للستة. يعني هون صورت هون وصلنا للستة. ونفس الاشي عندنا سالب 2، مشينا مثلا خطوة خطوتين ثلاثة أربعة خمسة، هي خمسة بس احنا قاعدين عند الأربعة، عند الأربعة بالأصل احنا، فمشينا كمان خطوتين فوق الأربعة، يعني احنا كنا أربعة زائد 2 صارت 6.